استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين في القيادة العامة صباح اليوم الأدميرال محمد أمجد خان نيازي رئيس أركان القوات البحرية بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والوفد المرافق، بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين برئيس أركان القوات البحرية بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ومشيدا معاليه بعمق علاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية وما وصلت إليه من تطور ونماء خاصة في المجال العسكري والتعاون الدفاعي. حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء الركن بحري يوسف أحمد ملالله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكية البحريني وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.